بس في الاخر مش هينفع نتخانق طول العمر، ومش هينفع يعني نطلع من مشكله نقع في مشكله. في الاخر احنا اللي بنتاثر، احنا اللي بنتاثر كاسره، احنا اللي بنتاثر كسمعه. انا دخلت المكان ده متطوع، عندي 32 سنه، كنت فرحان، شرف ليا ان انا امسك فرقه الكوره في نادي الزمالك، ما كنتش احلم العب في الناشئين. انا دلوقتي داخل في 38 سنه، في الاخر انا لعيب جاب جول، بيتقال علينا انجح ناس في الدنيا، كوره جت بره الجول، انا فاشل وبتاع عمولات وبتاع صفقات وعزبه وبتاع. فانا شايف ان ده وقت مناسب، ان وبشكر طبعا المجلس، ناس كلهم محترمين يعني فعلا رجاله، فعلا عندهم مصر. لكن انا اتمنى كل واحد يشيل مسؤوليته، واتمنى ان السيد وزير الشباب يعرف ان نادي الزمالك ده مش نادي شركه، ده مش نادي يعني صغير، ده مش نادي جديد فتح في منطقه جديده، ده نادي تاريخه اكبر مننا واكبر من المستشار واكبر من الوزاره نفسها. فكل واحد يشيل مسؤوليته، وانا عن نفسي يعني زي ما احمد لسه كان بيقول هتكلم في حاجه اخيره، عشان انا عايز بعد ما نمشي ما يحصلش اللي حصل السنه اللي فاتت، تيجي لجنه ما تعرفش كتير تشاور علينا تقول اصل القضايا، اصل الحاجات، اصل ما كناش نعرف. انا عايز اقول على حاجه، المستشار لما تولى في 2014 كان في قضايا في الفيفا بقالها 10 سنين، كريم الحسن ومندومه واجوجو كل الناس دي سددنا القضايا بتاعتها. وفي البيزنس والناس اللي فاهمه في البيزنس وفاهمه في الماليات، دي اثرت على حاجات تانية، فاضطريت ما اعرفش ادفع مرتب خالد بوطيب، اضطريت ما اعرفش ادفع مرتب جروس، عشان دفعت 5 و6 مليون دولار ممكن نطلع تقنيتهم للعيبه او اكتر، لعيبه ما تدفعش فلوسها بقى 10 سنين او اكتر من 10 سنين للمجال السابقه، ومفيش ولا جهه رقابيه سالت اي حد من الناس دول. انا سعيد ان احنا باللي احنا عملناه، حضرتك عملت اللي عليك، احنا عملنا اللي علينا، المجلس بشكرهم على كل حاجه، لكن في الاخر دي رياضه. وانا انا بشكل شخصي انا مش ما عنديش مبررات اقولها للراجل الاجنبي، مش عارف اقول له ايه لو فلوسه اتاخرت، عندي مشكله في حسابات. مفيش نادي، مفيش بني ادم في اللي قاعدين دول ما عندوش حساب في البنك، ابسط حاجه نادي الزمالك عنده ما عندوش حساب في البنك، مش عارف، عايز احول فلوس قسط لنادي اشتريت منه لعيب مش هعرف، عايز احول عقد تسويه قسط مش هعرف، عايز احول فلوس رسوم تقاضي مش هعرف، مش هعرف حل ازمه البنوك. لو كهربا بكره الصبح عايز يدفع الفلوس هيروح يحطها في حساب مقفول. احنا مش هنحارب لوحدنا، لازم يكون في دعم من الوعي من الاعضاء والجمهور، لازم يبقى في رغبه عند السيد وزير الشباب ان هو يبقى بيقف في مسافه واحده. انا عايز اعرف دور وزاره الشباب ايه في تطوير الكوره، عايز اعرف دور اللجنه الاولمبيه ايه في تطوير الكوره، عايز اعرف دور رابطه الانديه. في 500 واحد بيتكلم لكن ولا واحد بيحل.